بطاقة سفر في عمق التاريخ والحضارة المغربية بريشة فنان عصامي عبد القادر بالبشير، يعرض حاليا لوحاته بمدينة سعيدية. فضل الهواء الطلق بعيدا عن الجدران. عبد الحميد المرابط وعبد العلي العميراش. ليالي رمضانية بطعم فني خاص، تلك التي يوقع عليها الفنان العصامي عبد القادر بالبشير بالريشة والألوان في معرض تشكيلي بالهواء الطلق تحتضنه الجوهرة الزرقاء السعيدية. لوحات تنهل مواضيعها من التراث الأصيل وترسم حروفها بالخط العربي الجميل. المتلقي من كيزور المعرض ديال التشكيلي كيحس براسه كأنه زار مجموعة من المناطق والمآثر التاريخية أو العادات والتقاليد ديالنا المغربية، وهي المواضيع اللي كان نجسدها في اللوحات ديالي، ثم كان نحاول ندمج الخط العربي أو بعض الأعمال التجريدية. لمسة تجريدية تضفي رونقا خاصا على لوحات الفنان الذي يظل وفيا لتقنية التشكيل على القماش الأسود، مولدا من هذا اللون القوي صورا جمالية بديعة تسر الناظرين. هذه التجربة هذه يعني ديال بالبشير يعني تجربة جميلة وعندها واحد يعني فنية كنشوف يعني كتجسد الزخم ديال الثقافه المغربيه والاصاله المغربيه. ترني انتباه ديالي الرسام من سرعه الاداء ديالو، يعني فنان والسعيديه كتحتاج مثل هذه المعارض. جميعا من اجل ثقافه فنيه هو عنوان هذا المعرض التشكيلي الهادف الى نسج علاقه جديده بين الفنان والمتلقي بعيدا عن جدران اروقه العرض. للتذكير فالمعرض مستمر إلى نهاية الشهر الجاري.